بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده رجاله عن البروتوكول الثاني اللي هتدرسه، وهو بروتوكول OSPF. احنا كنا قبل كده يا عم تامر شرحنا البروتوكولات نوعين، قلنا ستاتيك صح كده، وقلنا دايناميك. وجينا في الدايناميك قلنا بينقسم الى ثلاث انواع. اول نوع اسمه بيعتمد على نظرية الديستانس فيكتور، والنوع الثاني بيعتمد على نظرية اسمها اللينك ستيت، والنوع الثالث بيعتمد على حاجة اسمها هايبريد. هايبريد هو خليط ما بين الديستانس فيكتور واللينك ستيت، او هو اصلا كان نوعه، يعني هو كان اصلا ديستانس فيكتور، فخدنا الحاجات الحلوة اللي في اللينك ستيت ضفناها له، فبقى نوع ثالث اسمه هايبريد. خدت بالك؟ زمان كده عم تامر كنا بنيجي نشتري الخوخ، كان الخوخ ده بيشوك. تفتكر انت زمان ده تامر كده الخوخ البلدي بتاع زمان كده تيجي تاكله يشوكك. فالجماعه ما لحقتوش، يا عم انت مش في الثلاثين تيجي ده تيجي تاكله كده تحس بشوك صغير كده. فالجماعه بتوع الهندسه الوراثيه قال لك ايه، احنا نلقحه بالايه؟ بالبرقوق وبالمشمش. المشمش بشرته ناعمه، فلما لحقحوا الخوخ بالايه؟ بالمشمش، فبقى خوخ ايه؟ بشرته ناعمه. ودلوقتي الخوخ دلوقتي خلاص بقى هو ده اللي بينزل في السوق، الخوخ اللي بشرته ناعمه ده. فده اللي انا عايز اقوله. الديستنس فيكتور اول بروتوكول اتعمل كان اسمه الريب فيرجن 1، والبروتوكول الثاني كان اسمه اي جي ار بي. طبعا كانوا بيعملوا هيدك كتير في الشبكه، لانهم كل شويه بيبعتوا برودكاست، ده بيبعت برودكاست كل 30 ثانيه، وده بيبعت برودكاست كل 60 90 ثانيه، بيبعتها على الاي بي 255 255 255 255، فبيخنق الشبكه. فقاموا عاملين اللينك ستيت اللي هو شغال عليه الاو اس بي اف، وبروتوكول اسمه الاي اس اي اس. الاو اس بي اف شغال بيبعت على، او الاي اس اي اس بيبعت الابديتس بتاعته على مالتي كاست ادرس اللي هو 224.005 زي ما هنشوف ان شاء الله النهارده. فخدوا الريب فيرجن 1 عدلوه. طبعا اللينك ستيت بيبعت حاجه اسمها هلو، زي ما هوريك او هشرح لك النظريه بتاعته دلوقتي عامله ازاي. خدوا الهلو ابديتس، الابديت بتاعت الهلو او الهلو اللي بيبعتها اللينك ستيت، وفي نفس الوقت الراوتنج تيبل اللي بيتبعت او الابديتس بتاعته اللي بتتبعت على المالتي كاست، ضافوا الخاصيتين دول للريب فيرجن 1 وعملوا حاجه اسمها ريب فيرجن 2. بيبعت على 224.009، بيبعت ما بيبعتش هلو. وكمان بقى حاجه اسمها كلاسلس. يعني ايه كلاسلس؟ بيبعت السبنت ماسك، لان الريب فيرجن 1 ما كانش بيبعت حاجه اسمها السبنت ماسك. لما بيجي يبعت الابديت بيبعت السبنت ماسك، فعشان كده بنسميه كلاسلس. الكلام ده يمكن انا موضحه بالتفصيل قوي في السي سي ان ايه. يوم على الاي جي ار بي عدلوه يا تامر وحسنوه، فبقى اسمه اي اي جي ار بي، انهانسد اي جي ار بي، الاي جي ار بي المطور. بدل ما كان بيبعت برودكاست، لا بيبعت على مالتي كاست ادرس 224.00 كام؟ 10، بيبعت هلو. الدنيا مستقريه فيه تماما، كلاسلس زي الراجل الثاني اللي هو الريب ده. بيبعت الماسك بتاع الابديتس بتاعته او بتاع الشبكات اللي عنده. فده طبعا افضل من ده. طبعا مع الوقت ده انقرض تماما، ما عادش حد تقريبا شبه بيستخدمه الريب فيرجن 1، حل مكانه الريب فيرجن 2. يمكن الريب فيرجن 2 كمان عشان ريب برضه ما حدش بيلجا استخدامه. مين اللي موجود دلوقتي في الساحه يا عمي؟ في الشبكات الكبيره جدا بيستخدموا الاي اس اي اس. طبعا اي جي ار بي برضه انقرض لانه اتحط التعديل بتاعه اللي هو الاي اي جي ار بي، واصبح في الشبكات الداخليه شركه اي اس بي زي تي داتا او فيسبوك او 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 يلا او ياهو او اي حد من شركات الاي اس بي دي بيروت الشبكات اللي موجوده او الرواتر اللي موجوده جوه ببروتوكول انتريور داخلي، زي الاي اي جي ار بي، زي الاو اس بي اف، زي الاي اس اي اس. دول الثلاث بروتوكولات اللي يعتبروا موجودين في الساحه. طبعا الاي اي جي ار بي افضل كتير من الاو اس بي اف، مش معقد في الكونفيجريشن بتاعته ولا في الفهم بتاعه زي الاو اس بي اف. بيبعت الابديتس بتاعته بسرعه، بيقوم بسرعه، الشبكات كلها بتتعرف او الرواتر كلها بتتعرف على الشبكات بشكل اسرع من الاو اس بي اف،
يعني لو الشبكه بتاعتك كبيره اللي ده ممكن يعمله في 3 4 دقائق، الاو اس بي اف هياخده في 12 دقيقه، وقت كبير جدا عما الشبكه بتاعتك تقوم. فالاي جي ار بي لاي حال من الاحوال طريقته في حساب المتريك افضل من الاو اس بي اف، بيخزن بيست راوت وكمان باك اب راوت، يعني بحيث لو الطريق الاولاني وقع ينقل على الطريق الثاني مباشره، انما الاو اس بي اف لا، لازم يستنى بقى اما يجي له ابديت ويبدا يختار الطريق الثاني عشان يمشي فيه، ده بياخد شويه وقت، وكل ما الشبكه بتاعتك كبرت كل ما خد وقت اكتر. فاذا بكل انواع بكل المقاييس الاي جي ار بي احسن من الاو اس بي اف 100 مره، ولكن ما زال الاو اس بي اف الى الان يتفوق على الاي جي ار بي لانه اوبن ستاندرد. يعني لو الراوتر ده والراوتر ده سيسكو، اما الراوترين دول احنا رحنا فين؟ ثانيه واحده. اما الراوترين دول يا رجاله، الراوترين اللي هنا دول جينبر او موديل تاني او شركه تانية، استحاله تقدر تشغل ما بينهم الاي جي ار بي، لازم تشغل ما بينهم بروتوكول يقدر يشتغل على كل الرواتر بتاعه اي فيندور، الا وهي بروتوكول الاو اس بي اف. سمعت كده من سنه ان سيسكو عملت اتفاق مع منظمه الاي تي اف انها عايزه تخلي بروتوكول الاي جي ار بي اوبن ستاندرد، وفعلا سمعت ان الاتفاق ده حصل، وان اي اجهزه جديده نازله بعد كده هتبقى بتسبورت مين يا رجاله؟ الاي جي ار بي. وبالتالي انا اتوقع اذا الاي جي ار بي اصبح بقى اوبن ستاندرد هيقضي على الاو اس بي اف، ولكن مازال الى الان الاو اس بي اف يتفوق عليه لانه بيسبورت اكتر من فيندور. ماشي الكلام لغايه كده؟ المقدمه البسيطه ديت مقربه لك الدنيا شويه. تعال اما اشرح لك هتعمل نظريه اللينك ستيت الاول، لان الاو اس بي اف اختصار لاوبن شورتست باث فيرست. الاو اس بي اف بيعمل طبقا لنظريه لينك ستيت. كان في عالم اسمه دايجيكسترا، الراجل ده راجل عالم في مجال تكنولوجيا البرمجيات، قدر يخترع بروتوكول اللي هو سماه بقى الاو اس بي اف، انه بيقدر يختار افضل مسار. طب ازاي يا اخ دايجيكسترا البروتوكول بتاعك اللي هو الاو اس بي اف ده بيشتغل ازاي؟ ما هو عمل نظريه بتشرح العمل، الا وهي نظريه اسمها ايه؟ اللينك ستيت. عايز تفهم الاو اس بي اف بيشتغل ازاي؟ تفهم نظريه اللينك ستيت شغاله ازاي. تعالى كده يا عم تامر نوضح. مبدئيا كده تخيل ان الراوتر الاوبالي ديت في الشبكه اللي معايا دي كده، الراوتر ده عنده شبكتين هنا اهو، الراوتر ده 3 شبكات، ده 2 ده 3. طيب الراجل ده عنده الراوتنج تيبل بتاعه في الشبكه دي والشبكه دي. طب هو عايز يبعت الراوتنج تيبل بتاعه للراجل ده، في نفس الوقت محتاج ان الراجل ده يبعت له الراوتنج تيبل. قال لك قبل ما يبعته لبعض يا تامر، الراجل ده لازم يتاكد انت شغال اوس بي اف زيه ولا لا، صح؟ فبيقوم يبعت له حاجه اسمها هلو هلو. الهلو دي بتتبعت على كام يا جماعه؟ الاي بي 224005. ده مالتي كاست ادرس. يعني ايه مالتي كاست ادرس؟ اي بي محدش بيستخدمه، ما ينفعش حد ياخد الاي بي ده اصلا. الاي بي ده محجوز عشان تبعت عليه ترافيك معين خاص ببروتوكول معين. زي ايه؟ زي مثلا الارقام الخاصه، مثلا نقول ايه 122 دي النجده، لما تضرب 122 ترد عليك النجده مباشره. زي مثلا مثلا لو انت شغال في شركه محمول وعايزين نعمل عرض، شغال في شركه اتصالات او فودافون وعايزين نعمل عرض نبعته لكل العملاء بتوعنا يا تامر، هل من المنطقي يا تامر ان انا عايز مثلا عاملنا العزيز لقد دخلت اللي هي رسائل النصب اللي بيبعتوها دي اللي هي رقمك اصبح مرشح للفوز بعربيه بي ام دبليو، هل لما بيجوا يبعتوا الرساله دي بيبعتها لتامر ويرجع يبعتها لاحمد ويرجع يبعتها لاسماعيل ويرجع لا ده كده هيغلب، انت عندك 80 مليون مواطن هتبعت الرسائل دي كلها؟ ده انا عايز مره واحده توصل للناس دي كلها. قال لك خلاص هنعمل رقم خاص وليكن 010 555555 الرقم ده، عايزين نبعت رساله
وطبعا الرقم ده ببروتوكول معين مربوط عليه كل الارقام بتاعت فودافون مثلا. انا عايز ابعت رساله لكل الارقام بتاعت فودافون، اقوم باصيها للرقم ده، والرقم ده اوتوماتيك يقوم باعتها لاحمد وابراهيم واسماعيل وعلي اللي في الصعيد واللي في اسكندريه واللي واللي واللي. يبقى انا بعت الرساله مره واحده ولرقم معين وبروتوكول معين، الرقم ده باصاها لكل الناس دي. هو ده فكره المالتي كاست، ان انا ببعت رساله على اي بي معين بتوصل لكل الناس. يعني الراجل ده لما بيبعت هلو بتخرج من كل الانترفيسز تروح لكل الناس اللي حواليه، يخرج الهلو كده ويخرج كده. طيب لغايه كده فاهمين يا رجاله؟ اتفضل. للاوز بإف بس دايما بتاعه بس، بالظبط زي بالظبط زي ما انا كنت بقول لك في الاي جي ار بي يا عفيفي. بقول لك ان مثلا الاي جي ار بي لما بيجي يبعت الهلو بتاعته والابديتس بتاعته بيبعتها على 224.0.0.10، ودول بتوع مين؟ بتوع مين يا عفيفي؟ الاي جي ار بس. هتقول لي ده طب والريف فيرجن 2؟ 9 224.0.0.9 دول بتوع الريف فيرجن 2. طب الاوس بي اف هندسه 224.0.0.5، وان شاء الله كمان شويه الحصه الجايه على 6 اشرحها لك باذن الله الحصه الجايه، هقول لك دي 6 دي بتاعت ايه. المهم يا عم عفيف، احنا لسه مشغلين الراوتر بتوعنا، فيبدا صاحبنا ده الراوتر ده هلو. طبعا ده لو مش شغال اوس بي اف، تخيل ان ده شغال ريب، هيرد عليه؟ ها حد يقول عليه هيرد عليه رجاله ولا لا؟ لا انا بقول لك ده 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 شغال اوس بي اف، واللي فوق ده يا عفيفي شغال ريب. انا بقول لك هلو، ده يرد عليه هلو، هو الريب اصلا بيفهم هلو. تخيل 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 مثلا كده، انت راجل مثلا، هنقول مثلا اخونا احمد حماد مثلا في امريكا، يمكن مثلا عندك في دول الخليج هتلاقي مصريين كتير، ولكن في امريكا مش هتلاقي قد كده يعني. فاحمد ماشي مثلا يعني، فلقت واحد بيتكلم كده مصري، فاما عدى عليه مصري، مصري حبيبي، وقام واخده بالحضن مع انه اول مره يشوفه. ليه؟ الهلو اتفقت، قال له مصري، رد عليه قال له مصري. انما تخيل مثلا واحد بيقول لك ايه السلام عليكم، وقام الثاني قال لك ايه جود مورنينج. ايه يا عم ده يا عم؟ الهلو بتاعتك غير الهلو بتاعتي، خدت بالك؟ خدت بالك يا مغازي؟ يا مغازي استنى بس عليا، لا استنى بس عليا، لا طبعا ولا راوتنج ولا بتاع، احنا مش فاهمين بعض. انا المفروض ان انا بقول لك هلو، لو انت كمان شغال اوس بي اف زيي هترد عليا تقول لي هلو ورحمه الله وبركاته على برضه كام؟ 224.0.0.5. يوم صاحبنا ده يقول لله ده انت طلعت شغال اوس بي اف زي حالاتي، خد يا حاج الراوتنج تيبل بتاعي، وانت تقول له 100 100 انت كمان خد الراوتنج تيبل بتاعك، اي خدمه عامه. حصل ايه؟ الهلو طبعا هلو احنا شغالين زي بعض اوس بي اف، يبقى خد وهات ماشي. انما ده لو شغال ريب، او اقول لك على حاجه، خليه شغال اي جي ار بي، الاي جي ار بي بيبعت هلو برضه رجاله. فرق ام بعت هلو بعته على كام؟ 24.005. بالله عليكم الاي جي ار بي هيفهمها بالظبط بالظبط، لان ده انت ايه مين ايه هو يشوف حد بعت لي داتا على الاي بي ده، انا مش فاهم ايه المقصود. وانا لما اجي ابعت هلو هبعته على 10، طب ده هيفهم؟ انا عمره ما هيفهم. بالظبط كانك ايه واحد الاثنين بيقولوا لبعض برضه سلام عليكم، بس واحد بيقول لك ايه سلام عليكم والتاني بيقول لك شالوم، او واحد بيقول سلام عليكم والتاني بيقول لك جود ايفنينج او جود مورنينج. والله فكرتني بنكته يعني اقولها لك. بيقول لك مره واحد مسطول ماشي مع مراته، فماشي في امريكا يا احمد يا حماد، فقابل واحد فقال له جود مورنينج، فقام صاحبنا المسطول قال له ايه مورنينج جود. فالمهم الست بتقول له انت ست مراته انت بتعمل ايه يا عم انت الله يكرمك، ايه ده ايه يعني؟ انت بترد عليه تقول له ايه؟ قال لا انت ما عنديش فهم، هو بيقول لي السلام عليكم، فانا قلت له عليكم السلام.
مورنينج جود. ماشي يا رجاله؟ طيب فلازم سلام عليكم بتاعتك صاحبنا ده يفهمها، لازم الهلو بتاعتك ده يكون فاهمها عشان هو كمان يعرف يرد عليك الهلو. تمام؟ يعني لو ده شغال اس بي اف وده شغال اس بي اف هيفهموا بعض، ده شغال اي جي ار بي ده شغال اي جي ار بي برضه هيفهموا بعض، لان هنا الهلو واحده. فاهمني؟ السلام عليكم. اه عليكم السلام. واحد اتنين اجانب برضه مقابلين بعض، جود اورنينج جود مورنينج، الاتنين فاهمين بعض. فاهمني يا عم احمد؟ طيب ايه اللي بيحصل يا هندسه بعد ما بقول له هلو يقول لي يرد عليا هو كمان بالهلو بتاعته؟ فده قال له هلو، فده كمان رد قال له ايه؟ هلو. فصاحبنا ده قال له ده انت طلعت شغال انت كمان اس بي اف زي حالات، طب خد يا ابني الراوتنج تيبل. لا بقى مش الراوتنج تيبل اللي هنا بقى، ده الاختلاف يا تامر ما بينه وما بين الديستانس فيكتور. انت كنت سالتني الاس بي اف بيبعت حاجه اسمها ال اس اي، ما بيبعتش راوتنج. ايه ال ال اس اي ده هندسه؟ اختصار لحاجه اسمها لينك ستيت ادفيرتسمنت، لينك ستيت ادفيرتسمنت. طب ودي يا باشمهندس يعني معناها ايه؟ تقصد بيها ايه؟ تخيل معايا لو الراوتر ده ايه؟ الراوتر ده بي سي دي. ال ال اس اي، ال ال اس اي بتاعه الراوتر اللي اسمه ايه؟ عباره عن يقول لك انا عندي 12002 على الانترفيس سيريال 0/1، وعندي 13001 على الانترفيس سيريال 0/0. ايه ده؟ معناها ايه ال اس اي؟ معناها الاي بي او الانترفيس والاي بي اللي عليه. الانترفيس والاي بي اللي عليه. يعني الراوتر ده لما بيجي يبعت الـ 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 مش الراوتنج تيبل بقى، يبعت نقول ايه الانفورميشنز اللي عنده او الابديتس بتاعته بيبعتها للراوتر ده، ما بيبعتهاش له في صوره راوتنج تيبل يا تامر. طب ودي هتفرق يا باشمهندس؟ هتفرق وهتحس الفرق ده قدام شويه لما اجي اوضح حاجه معينه. بيبعت مش زي الاي اي جي ار بي او الريب، الاي اي جي ار بي والريب بيبعتوا الراوتنج تيبل كامل جاهز متشطب. انما ده بيبعت حاجه اسمها ال اس اي، يقول له انا عندي الانترفيس ده على الاي بي كذا والانترفيس ده على الاي بي كذا. طب ما الراجل ده لما يجي يبعت برضه كمان للايه ده هيبعت ال اس اي بتاعته مش الراوتنج تيبل. طب ال اس اي بتاعت راوتر بي كام يا تامر كده؟ يقول لك والله انا عندي 20001 موجود على الانترفيس فاست 0/0، وعندي 11001 موجود على الانترفيس سيريال 0/0، وعندي 12001 على سيريال 0/1. بتقول ايه يا تامر؟ لا مش محدد، مش محدد، مش محدد. هقول لك على حاجه زي ايه؟ هتقول لي طب ودي هتفرق يا باشمهندس؟ هو ايهما افضل، يبعت الراوتنج تيبل مشفيه كده ولا يبعت لي ال اس اي؟ لا طبعا الافضل انه يبعت الراوتنج تيبل زي ما الاي اي جي ار بي بيعمل. انا ببعت لك حاجه خالصه مخلصه. عارف انت كاني بقول لك ايه؟ بص يا عم تامر انا هبعت لك ورقه. يعني ايه؟ احنا هنمتحن يا تامر. الامتحان جاي من المرجع الفلاني في 1000 صفحه، المرجع ده 1000 صفحه. وجه واحد زميلك بص يا عم تامر انا هجيب لك بقى انا الزتونه واكتب لك انا الايه؟ ثلاث اربع ورقات تذاكرهم تخش الامتحان. ثلاث اربع ورقات دول الراوتنج تيبل. انما المرجع الكبير هو ده ال اس اي. تخيل معايا كده تامر الراجل ده هلو هلو خد ال اس اي هات ال اس اي، ده برضه هلو هلو خد ال اس اي هات ال اس اي، ده برضه هلو هلو خد هات هلو هلو خد هات. بعد شويه كل راوتر هيبقى عنده يا تامر هيبقى عنده ال اس اي بتاعته وبتاعت الناس التانيين، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ يعني لو ادي راوتر بي ادي ال اس اي، يعني مثلا تخيل الراوتر ايه مثلا عندنا هيبقى عنده
ال ال اس اي بتاعته وبتاعت الناس التانيين. الناس التانيين اللي هو زي مين مثلا؟ راوتر زي راوتر سي، هيبقى ال ال اس اي بتاعته عباره عن 11.002 على الانترفيس سيريال 0/2 و 14.002 على سيريال 0/2. واما راوتر دي هيبقى عنده 14.001 على سيريال 0/2، هيبقى عنده 13.002 على سيريال 0/2، ويبقى عنده 10.001 على فاست 0/2. حلو الكلام؟ دي بقى بيسموها يا تامر المنظر ده، ما كل راوتر بيبقى عنده المنظر ده بعد ما يبعتوا لبعض، كل راوتر بيبقى عنده المنظر ده. الراوتر ده او المنظر ده عم تامر اللي هي ال اس اي بتاعت راوتر A وراوتر B وC وD، دي 14. الراوتر ده بيسموه او المنظر ده بيسموه ال اس داتا بيز، الداتا بيز بتاعت ال اس اي كلها اللي اتبعتت في الشبكه، كل راوتر بيبقى عنده ال اس داتا بيز. طب وبعدين يا عم تامر كل راوتر بياخد ال اس داتا بيز اللي عنده، هو الغرض ايه من الراوتر يا عم تامر؟ يحصل على الراوتنج تيبل، وانا ده اللي يهمني الراوتنج تيبل. ياخد ال ال اس داتا بيز دي ويعمل عليها شويه معادلات رياضيه اسمها دايجكسترا الجوريثم، يحصل بعد كده على حاجه اسمها الراوتنج تيبل. طبعا ال ال اس داتا بيز لما بتنفذ عليها الالجوريثم بتاع دايجكسترا ده بروسيسنج عالي قوي، فالاوس بي اف بينهك البروسيسور بتاع الراوتر. شفت؟ وده من ضمن العيوب بتاعته، عايز راوتر عافي بينهك البروسيسور بتاع الراوتر. ليه يا عم؟ لانه يا باشا مش بياخد الراوتنج تيبل جاهز كده، لا ده الراوتر بتبعت لبعضها حاجه اسمها ال اس داتا بيز، هو بياخد ال اس داتا بيز دي بيطبق عليها الالجوريثم بتاع دايجكسترا عشان يحصل على الراوتنج تيبل. تمام؟ خدت بالك يا عم تامر؟ تمام؟ طيب سؤال، هل يا باشمهندس انا خليني اسالكم السؤال ده، هل لو انت معاك ال اس داتا بيز وما معكش الرسمه دي، اشخبط انا عليها اهو، هل ممكن تتخيل الرسمه لو انت راوتر ايه؟ تقدر لو انت راوتر ايه تقدر تتخيل انت منظرك عامل ازاي في الشبكه؟ انت كراوتر يعني تتخيل منظرك عامل ازاي ومتوصل بكام راوتر؟ طبعا طبعا. بص كده، انا كراوتر ايه اهو، اهو يا عم عندي انترفيس اسمه سيريال 0/1 اهو، سيريال 0/1 عليه الاي بي 12002، والانترفيس الثاني ده اللي هو سيريال 0/0 عليه الاي بي 13001. حلو قوي. طيب استنى، 12002 ده في نفس الشبكه مع 12001، يبقى في راوتر تاني هنا اسمه بي، ايوه كان اسمه بي اهو، الانترفيس ده 12001، 12001 ده سيريال 0/1. طبعا لو كملت هتوصل لنفس الرسمه الاصليه اللي هي دي. تمام؟ يبقى اذا من ال اس داتا بيز يستطيع كل راوتر ان يتخيل المنظر بتاع الشبكه اللي هو فيها، ومنه عن طريق بروسيسنج معين او الجوريثم معين بيقدر يحصل على الراوتنج تيبل، ولكن عيب هذا الالجوريثم انه بيحتاج بروسيس عالي شويه فبينهك البروسيسور بتاع الراوتر. ماشي كلام؟ فهمت اللينك ستيت عم تامر؟ طيب طبعا الديستنس فيكتور كان بيبعت على، طبعا ما بيبعتش على مالتي كاست ادرس، بيبعت على البرودكاست ادرس، بيبعت الايه؟ بيبعت الابديتس بتاعته او الابديتس بتاعته او الراوتنج تيبل كامل مره واحده، بدل ما ده بيبعت ال اس اي ونبدا نترجمها ونحصل على الراوتنج تيبل. لا، الرب كان مريح دماغه، الاي اي جي ار بي برضه افضل مريح دماغه في حاجه زي كده. طيب النقطة الثانية اللي كنت عايز اتكلم معاك فيها، تخيلوا معايا يا شباب الشبكة دي وقعت خلاص. طبعا المفروض ان صاحبنا، هلو هلو
خد ال LSA، هات ال LSA، كلهم بعتوا لبعض. بعد شويه ده بنى الراوتنج تيبل بتاعه، ده بنى الراوتنج تيبل بتاعه. حلو. تخيلوا معايا الشبكه دي قطعت، ايه اللي يحصل؟ اول واحد يحس هو الراوتر القريب، فيقوم صاحبنا ده يبعت adjacency. adjacency يعني notification كده، رساله كده فيها ايه؟ يا جماعه خدوا بالكم شبكه 20 وقعت. تمام؟ شبكه 20 وقعت. يبعتها برضو شبكه 20 وقعت. توصل لده 20 وقعت 20 وقعت. يوم هم يعملوا ايه؟ يمسحوها من ال LS داتابيز الاول. تتمسح من ال LS داتابيز. وبناء عليه تعمل لها بروسيسنج عشان تتمسح من الراوتنج تيبل. مجهود، ها؟ مش بيمسحها من الراوتنج تيبل على طول. لا، بيمسحها من الداتابيز ويعمل بروسيسنج عشان يمسحها من الراوتنج تيبل، او عشان يبني الراوتنج تيبل الجديد من غير الشبكه دي ما تكون موجوده فيه. ماشي؟ رجعت اتوصلت تاني. الشبكه دي رجعت اتوصلت تاني. يوم ايه اللي يحصل؟ الراجل ده يبعت ابديت او يبعت ادجيسنس، يا جماعه في شبكه جديده اسمها 20، تقوم تضاف ال LS داتابيز، يتعمل لها بروسيسنج عشان تتحط في الراوتنج، في الراوتنج تيبل. حلو. طيب دلوقتي احنا شغلنا الرواتر والدنيا مستقريه، والدنيا مستقريه يا احمد. هلو هلو، خد هات خد هات، بنوا الراوتنج تيبل خلاص. طب سؤال، هل الناس دي بتفضل تبعت ال LSA بتاعتها يا احمد؟ ها؟ هل بيفضلوا يبعتوا ال LSA بتاعتهم لبعض؟ لا خلاص كده، هي بتتبعت في الاول بس عشان يبنوا الراوتنج تيبل، وبتتبعت كل نص ساعه، كل نص ساعه، حاجه اسمها بيسموها LS ريفريشمنت. يبقى ال LS داتابيز او ال LSA بتتبعت في الاول بس عشان الناس دي تبني الراوتنج تيبل عند كل واحد فيهم، وخلاص بقى ما عادش بتتبعت تاني، سوى ان كل نص ساعه بس رساله تاكيديه كده الدنيا زي الفل عشان ما يحصلش اي تغيير. طب يا باشمهندس ثانيه واحده، ازاي الراوتر ده، استنى بقى كده، ازاي الراوتر ده اي واحد فيهم يعني هيحافظ على علاقته مع الراجل ده؟ يعني زمان الديستنس فيكتور، مركز معايا يا عم تامر، لان انت كنت سالتني في الديستنس فيكتور. لو احنا شغالين بالريب في الديستنس فيكتور ده ما بيبعتش هلو على طول، بيبعت الراوتنج تيبل بتاعه مباشره على الاي بي بتاع البرودكاست اللي هو 255 255 255 255، فده مجبر يستقبل. طبعا ده هيدك على الشبكه او على الباندويتس بتاع الشبكه بتاعتك. كل 30 ثانيه خد الراوتنج تيبل، خد الراوتنج تيبل، خد الراوتنج تيبل، وده برضه خد 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 هيدك. بس على اي، انا كنت بالظبط كل شويه، انا كنت ضامن ان الشبكه بتتبعت، يعني كل شويه حتى لو في حاجه وقعت بيبعتوا لبعض ياكدوا على بعض. انما هنا ده هلو هلو، خد ال LSA بنى الراوتنج تيبل، وانت كمان خد بنى الراوتنج تيبل. طب وبعدين يا اولاد؟ خش اسكت خلاص لو في تغيير. طب افرض افرض الراجل ده وقع خالص، منين ده يعرف ان الراجل ده وقع؟ الشبكه دي قطعت، او بلاش، خلينا بلاش بلاش، الشبكه دي قطعت، الراجل ده وقع، نص بيف وقع عليه خالص، الراجل ده يعرف منين ان الراجل ده وقع؟ ده ما بعتلوش حاجه. حلني كمان نص ساعه عما يبداوا يتاكدوا. ايوه ده اللي انا عايز اقوله. اللهم صل على النبي. المعلومه حاسس انها عارف انت لما تكون متمهد لحاجه وهي دي خلاص، هي دي اللي هتيجي تلاقيها وقعت منك. بالظبط ده اللي حصل معايا دلوقتي. يعني المفروض ان صاحبنا ده، لا اله الا الله، بيبعت لده يقول له هلو هلو، خد الراوتنج تيبل، هات الراوتنج تيبل. طب افرض صاحبنا ده وقع. ايوه، الهلو ما بتتمنعش اصلا يا هندسه، الهلو بتفضل تتبعت كل 10 ثواني. هلو هلو، كل 10 ثواني ده يطلع هلو هلو، هي دي الحته اللي كانت واقعه مني. هلو هلو كل 10 ثواني. يعني الراجل ده يا باشمهندس لو الكهرباء قطعت عليه ده يعرف امتى؟
او الاوس بي اف وقف عليه بلاش الكهرباء قطعت، بس لو الكهرباء قطعت اللينك ده يبقى داون فده هيعرف ساعتها. انما لو انت وقفت الاوس بي اف عموما على الراجل ده، ده امتى يعرف؟ كمان 10 ثواني لحد اقصى 10 ثواني. لا مش بحد اقصى 10 ثواني، بحد اقصى 40 ثانيه، لان الديد انترفال، الديد انترفال بالظبط كده 4 في الهلو تايم. يعني 4 في 10 بكام؟ ب 40. يعني تخيلوا معايا، تخيلوا معايا الراجل ده، الراجل ده خلاص بعته لبعض الابديتس، الراجل ده والراجل ده، قوم الاوس بي اف وقف على الراجل ده ما عادش شغال. فصاحبنا ده قاعد طبعا، المفروض ده كان بيبعت هلو كل 10 ثواني، فده يقول له هلو. الراجل ده كان بيوصل، الراجل ده كان بيوصل لشبكات معينه عن طريق الراجل ده. طب لو الراجل ده وقع انا خلاص ما عنديش اقدر اوصل للشبكات دي، وبالتالي المفروض امسحها عندي من الراوتنج تيبل. طب انت هتعرف ازاي ان الشبكات دي وقعت؟ لما الراجل ده الهلو بتاعه يقطع 40 ثانيه، وانا عمال ابعت له هلو ما ردش، هلو ما ردش، هلو ما ردش، الهلو الرابعه ما ردش. لا يبقى انت كده في عندك مشكله، انا مش قادر اوصل لك، انا اسف، كل الشبكات اللي ينفع اوصلها عن طريقك انا همسحها عندي من الراوتنج تيبل، ما عادش لها وجود خالص، امسحها. وانت كده بالنسبه لي اقطع العلاقه معاك خلاص. ماشي كده يا رجاله؟ حد عنده اسئله في اللي انا قلتها لغايه دلوقتي؟ بالظبط بالهلو، بالظبط مش عن طريق الريفريش. لا لا في حاجه اسمها لا 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 مش كل، مش كل نص ساعه ولا حاجه. يعني تخيل معايا، تخيل معايا ان مثلا شبكه هنا وشبكه هنا، الشبكه دي قطعت. اول ما الشبكه تقطع في تغيير حصل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الداتابيز اللي هنا. فصاحبنا ده التحديث بتاعه يعني تريجر، ده ابديت تريجر يعني لحظي. اول ما يحس ان في تغيير يبدا يبعت التغيير للناس، يا جماعه في تغيير عندي حصل، غيروا الداتابيز بتاعتكم وابن راوتنج تيبل جديد. فالناس كلها اتغير في وقتها. انما انا بكلمك لو 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 الراوتنج تيبل هنا قطع، يعني مثلا انت كنت قايل له راوتر اوس بي اف 1، مسحت انت راوتر اوس بي اف 1 دي، قلت له نو راوتر اوس بي اف، وبالتالي الاوس بي اف ما عادش شغال هنا. فبالله عليك الراجل ده يقدر يبعت لده ويبعت لده يقول له انا كده الدنيا وقفت عندي؟ هيبعت لهم بايه؟ اذا كان هيبعت لهم بالاوس بي اف اللي هو اصلا ما عادش شغال، طب هيبعت ازاي؟ فده طبعا مش هيحس باي حاجه، يعني الراجل ده وقع اتسحب مننا يا جماعه كده مره مش حاسين بيه. فانا خلاص هلو ما ردش، هلو هلو هلو، قال لا ده انت كده وقعت بقى يا ريس، همسحك من الراوتنج تيبل عندي، وامسحك كمان من النيبور تيبل. النيبور تيبل اللي هو جدول الجيران، انت ما عدتش جار ليا، خلاص كده انت بالسلامه. ماشي؟ ندخل بقى على الخصائص بتاع البروتوكول اوس بي اف. اللي انا شرحته ده دلوقتي دي النظريه، النظريه اللي كان عملها العالم اللي اسمه دايجيكسترا. ندخل بقى على خصائص الاوس بي اف او بروتوكول الاوس بي اف. بروتوكول الاوس بي اف يا رجاله هو البروتوكول اللي بيعمل على نظريه اللينك ستيت. فتعالى ناخد الكومبوننت بتاعته. اول حاجه بيقول لك لينك ستيت راوتنج بروتوكول قديمه. طب ما احنا عمالين نشرح في النظريه دي من ساعتها، بيعمل يعني طبقا من نظريه اللينك ستيت. طيب كلام جميل، خش في اللي بعدها يا ريس. الادمن ديستنس 10 110. الله، الادمن ديستنس 110. هو الاي اي جي ار بي كان كام يا رجاله؟ الله عليك يا مغازي، الاي اي جي ار بي كان 90. طب ايهما افضل، الاي اي جي ار بي ولا الاوس بي اف؟ ها؟ ال 90 طبعا افضل، لان طبعا كل ما كانت القيمه دي اقل كل ما كان افضل. لان لو انت مشغل البروتوكولين على الراوتر، الراوتر بيختار مين يا رجاله؟ البروتوكول صاحب اقل قيمه في الادمن ديستنس. طيب الحته الثانيه، طب يعني كده دي ميزه للاي اي جي ار بي؟ اي والله ميزه. طب الحته الثانيه المتريك،
المترك في الاوس بي اف بنسميها رجاله بنقول عليه كوست، تكلفه كوست. واحنا كنا اتناقشنا في الموضوع ده، المترك في الرب كان احمد حماد سالني السؤال ده، المترك في الرب كنا بنقول عليها حماد انا بكتبه اهو، انا كتبته قدامك اهو، شوفه بقى. هوب تيلا هوب كاونت بالظبط. المترك في الاي اي جي ار بي فاكر كنا بنقول عليه ايه؟ لا بنقول عليه ديستانس، حتى كنا بنقول فيزيبل ديستانس وادفرتايزد ديستانس بالظبط كده، فبنقول عليه ديستانس. طيب المترك في الاوس بي اف، هم كلهم مترك، المترك في الاوس بي اف بيتقال عليها حماد بيتقال عليه كوست، وقيمته 10 اس 8 على الباندويت، 10 اس 8 على الباندويت. طيب سؤال، ايهما افضل في حساب المترك؟ طبعا الرب ده احنا مستبعدينه تماما، يعني سيبك منه، الاي اي جي ار بي ولا الاوس بي اف؟ اشمعنى؟ لا هي عشان المعادله سهله، ده بالعكس كل ما كانت المعادله مكلكعه كل ما كان الحساب ادق. يعني الاي اي جي ار بي بيعتمد فيها مغازيش، فاكرين المعادله اللي قعدنا، المعادله الكبيره بتاعت الاي اي جي ار بي بيعتمد فيها على الباندويتس والديلي، حتى المتريك بتاعه كان بالملايين، 22 مليون ومش عارف شويه حاجات كده يعني. انما ده صاحبنا بيعتمد على مين يا تامر؟ على الباندويتس بس. يبقى ايهما ادق في حساب المترك؟ بالظبط الاي اي جي ار بي ادق في حساب المترك. يعني لغايه دلوقتي احنا ماشيين اهو يا جماعه، من يتفوق؟ الاي اي جي ار بي في الادمن ديستانس، الاي اي جي ار بي في المترك. طب رمزه في الراوتنج تيبل او، مفيش مشكله في دي، يعني زي ما الاي اي جي ار بي رمزه دي، الاوس بي اف رمزه او، ماشي. ده بيبعت الهلو كل كام ثانيه؟ كل 10 ثواني عشان يعمل علاقه ما بينهم وبين النيبرز، هلو هلو، عشان يبداوا يبعتوا لبعض ال اس اي ويحافظ على العلاقه ما بينهم ان مفيش حد وقع يعني. فبيبعت الهلو كل كام ثانيه يا اولاد؟ 10 ثواني. طب الديد انترفال كام؟ كام يا تامر؟ 4 في 10 ب 40. طب فاكرين الاي اي جي ار بي يا رجاله؟ كان بيبعت الهلو كل كام ثانيه؟ بالظبط 5. طب الديد انترفال كان كام يا احمد؟ 3 في الهلو، يعني خد بالك هنا 3 في الاي في الاوس بي اف 4، يعني 3 في 5 بكام؟ 15. الله يفتح عليك. فطبعا لو تلاحظ حتى ان الاي اي جي ار بي في التايمز ده اقل، افضل من بيقوم، دليل ان هو بيقوم بسرعه، بيحافظ على العلاقات ما بينهم وبين الراجل الثاني بسرعه، فهو افضل كمان في حساب الايه. بس خد بالك برضو ده ينفع نتحكم في الوقت ده، يعني انا ممكن اقدر العب في الهلو انترفال بدل ما 10 ثواني اخليها 3 ثواني، اخليها ثانيه بس، والعب كمان في الديت انترفال مفيش اي مشكله، ممكن بدل ما اخليها 4 في الهلو اخليها 10 في الهلو، اخليها 100 في الهلو، انا حر، انا بقدر العب في القيم دي كلها مفيش اي مشكله. ولكن يفضل انك تسيب كل حاجه على وضعها الطبيعي، القيم الديفولت اللي السوفت وير بتاعها جاي بيها، يفضل يعني. طيب الاوس بي اف بيبعت الهلو على ايه يا عم تامر؟ على المالتي كاست ادرس 224.005، دي معلومه قديمه، بيبعت الهلو الابديتس بتاعته، الابديتس اللي هي اسمها ايه بقى يا تامر؟ اللي هي ال اس اي بالظبط كده، اللي هي ال اس اي. اصبر عليا، انا لسه انا في اول الحصه قايل العفيفي 5 و6 و6 قلت لك الحصه الجايه اقولها لك. طب بس 5 في ايه؟ طب 6 في ايه؟ لا الحصه الجايه ان شاء الله، بس خليك معايا دلوقتي على قد 5. طيب الحته الاخيره او الحته اللي قبل الاخيره، ايكوال باث لود بالانسنج، حد عارف يعني ايه؟ بالظبط، احنا بالتالي كنا درسنا الموضوع ده بالتفصيل في الاي اي جي ار بي وعملنا عليه لاب كمان. فاكر؟
يعني الاوس بي اف مثلا، مثلا ادي راجل عايز يكلم واحد، ادي مسار وادي مسار تاني اهو. هنقول المسار اللي فوق ده متركه 1000، والمسار اللي تحت متركه 1000 برضه. الداتا هتروح كده. طب صاحبنا ده يعمل ايه؟ الراوتر ده المسار ده متركه 1000 وده متركه 1000، هعمل ايه؟ محتار. خلاص طالما الاثنين متركهم زي بعض، اعمل لود بالانسنج، يعني باكت كده والثانيه كده، الثالثه كده والرابعه كده، الخامسه كده والسادسه كده. وهيروح عند الراجل ده، الراجل ده عنده ظفر، هيبدا يجمعهم بترتيب بترتيبهم بقى، ويبدا يخرجهم 1 2 3 4 يروحوا للراجل للراجل. طب هل الاوس بي اف يقدر يعمل لود بالانس على المسارات المختلفه في المتريك؟ ها؟ لا طبعا، دي ميزه يمتاز بها الاي اي جي ار بي عن كل البروتوكولات الثانيه، بيعمل لود بالانس على المسارات المختلفه في المتريك. ولكن انتم ملاحظين طول ما احنا ماشيين الاي اي جي ار بي يعني مكتسح وضارب الاوس بي اف بالجزمه يعني. طب 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 ايه الميزه في الاي اي جي ار بي؟ او الميزه في الاوس بي اف اللي بتخليني استخدمه، ايه الميزه في الاوس بي اف؟ انه الحته دي بقى رجاله، سيسكو بروبرياتري. عارفين كلمه بروبرياتري دي معناها ايه؟ معناها لا يعمل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي سيسكو بروبرياتري؟ الاي اي جي ار بي، ها الاي اي جي ار بي هو اللي سيسكو بروبرياتري، خاص بسيسكو بس. اما الاوس بي اف لا يا باشا، ده اوبن ستاندرد، بيسبورت مالتي فيندور، يقدر يشتغل على اكتر من فيندور، لذلك مازال الاوس بي اف يتفوق الى الان. اخر حته في خصائص الاوس بي اف هنناقشها مع بعض قبل ما ناخد الكونفيجريشن بتاعته ازاي بتتعمل. اخر حته مالتيبل اريا ديزاين، عايز تعمله ديزاين حضرتك، لابد انك ايه؟ يبقى له كذا اريا. والموضوع ده مغاز، احنا يمكن كنا شرحناه في السي ان ايه وعملنا عليه واجب، صح؟ قال لك طب انت، قال لك لما تيجي تعمل ديزاين للشبكه بتاعتك، عندك رواتر، كلام جميل، ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر، عايز تتوسع. قال لك بص يا سيدي، لو الدنيا كبيره معاك، قسم المنطقه الجغرافيه اللي انت شغال فيها الى ارياز، مساحات. واول ما تعمل اعمل حاجه اسمها اريا زيرو، اريا زيرو، ولازم يبقى عندك الشرط الاولاني ان اريا زيرو دي از باك بون اريا. يعني ايه باك بون يا رجاله؟ عمود فقري، عمود فقري، دي اول اريا لازم تعملها. طب عايز تزود، طب ثانيه واحده زود، يعني يا باشمهندس هي الاريا تشيل قد ايه؟ سيسكو بتنصحك الاريا بتشيل 50 راوتر. عايز تزود في نفس الاريا مفيش مشكله، بس ده بيبقى هيدك على الاريا بتاعتك. عايز تزود اعمل اريا ثانيه، وليكن اريا 3. ب 50 سنترال. يعني هقول لك على حاجه، انا واحد من الناس كنت شغال في شركه اي اس بي، كان عندنا حوالي 90 راوتر، 90 راوتر منتشرين في جمهوريه مصر كلها. مصر كلها عندك كام سنترال رئيسي؟ يعني انت بتتكلم في من 80 ل 90 سنترال رئيسي في كل محافظه. فكنا في كل محافظه او كل مدينه بتلاقي راوتر راوترين على حسب السنترالات بتاعتها، زي مثلا المنصوره شرق والمنصوره غرب، ده سنترال اكتوبر 1 واكتوبر 2. فكان يتحط مدينه اكتوبر كلها مثلا راوترين، المنصوره كلها راوترين، فاهمني؟ والمراكز الفرعيه مثلا زي بلقاس، زي سنبلاوين، زي الكرنس، اللي دي ممكن مقدمه بتحط فيها اسلام، ما بتحطش فيها راوتر، فاهمني؟
فكنا عندنا كم يا احمد يا مغازي؟ 90 راوتر. ال 90 راوتر بقى كانت الشركه كلها حطاها في اريا زيرو. الناس مريحه دماغها. اه شغالين شغالين، بس هي كل المشكله ان كل ما زودت انت عدد الراوتر في الاريا الواحده مفيش اي مشكله، بس الدنيا هتقوم ببطء. يعني لما كنت بعمل، انت متخيل لما كنت مثلا في راوتر مهنج ولا في مشكله، لما كنت ادخل اعمل له ريستارت عم يبدا يبعت الشبكات لزمايله وزمايله يجي له، كان بيتكلم في 13 دقيقه. اه بستنى 13 دقيقه عشان ابدا اشوف بقى الدنيا ايه عامله ايه بعد كده، فاهمني؟ انما طبعا لما تقسم الارياز تقسمها الوقت بيقل معاك شويه، فاهمني؟ واحنا بنقول لك سيسكو بتنصح ب 50، عايز تحط اكتر من 50 مفيش مشكله، احنا مفيش مشكله. يعني انت مثلا بتروح تشتري لابتوب، او اقول لك على حاجه بلاش دي، احنا بنجيب عربيات، معانا عربيه بتغير الكاوتش كل قد ايه يا مغازي؟ الستاندرد بتغيره كل قد ايه؟ لا يعني في عدد كيلوات معينه يقول لك امشي على الكاوتش ده 10000 كيلو، تمام؟ على حسب، اقول لك الكاوتش ده صحيا 10000 كيلو بتغيره. طبعا احنا عندنا مفيش كلام من ده، 10000 كيلو مين؟ احنا بنفضل ماشيين على الكاوتش لغايه لما يجيب سلك، لغايه لما السلك يبان، خدت بالك؟ اه ساعتها كده نقول لك ماشي عايز يتغير كده. انما بالظبط ده اللي يقول لك سيسكو بتنصح 50 راوتر، لكن انا ممكن احط 100، ايه المشكله؟ انا حر. هي هتفرق معاك في الوقت، هتطول معاك شويه في الوقت. طيب اتفضل. الله عليك الله عليك، سؤال جميل. سيسكو بتريكومند ده للراوتر بتاعتها عشان البروسيسور بتاعها، تمام؟ طبعا مع زياده البروسيسورات دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، دلوقتي التكنولوجيا في تطوير الرامات والبروسيسورات زادت، فانت ممكن تزيد عن 50 دلوقتي، فانت حر. الستاندرد ده كان قديم، دلوقتي حتى مع يعني لما تيجي تدرس اي كورس ما عادش بيجيبوا لك الرقم 50 ده اصلا يعني. ماشي؟ طب عايز اعمل اريا كمان وليكن اريا 14، قال لك يا سيدي اهو كلام جميل اهو. طيب انت عملت الارياز دي ليه؟ احنا اتفقنا احنا شرط الديزاين بتاع الاو اس بي اف، عشان تعمل ديزاين اس بي اف اول حاجه تعمل اريا اسمها اريا زيرو، ودي الباك بون دي ما فيهاش كلام. عايز الشرط الثاني اهو بقى، ركز معايا يا عم خالد، قول اذر ارياز ماست كونكت تو اريا زيرو. اي اريا تانية تعملها لابد تربطها باريا زيرو، اي اريا تانية تعملها. يبقى انت تبقى ناصح قوي لو انت شغال جغرافيا. تعالوا مثلا نرسم ارسم ارسم خريطه مصر كده اهي، وادي 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 البحر الاحمر اهو يا رجاله اهو، ماشي كده يا رجاله؟ وادي قناه السويس الجديده اهي، التفريعه بتاعت السيسي هنا يا جماعه، وادي النيل ها؟ ماشي، ما تخافش ما تخافش، مصر في عينينا. طيب دي الخريطه بتاعتنا. تخيلوا مثلا معايا ان انا عايز اقسم المنطقه دي او مصر لمنطقه جغرافيه، ممكن اجي من عند القاهره وهم شارد شد كده في النص من القاهرة حتى مثلا قنا، دي هتبقى اريا زيرو. المنطقة اللي فوق سينا والدلتا وغاد اسكندرية ومرسى مطروح دي ممكن تبقى اريا واحد. اللي تحت دي اريا كام؟ اللي هي اسوان بقى والجزء اللي تحتاني ده حلب وشلاتين والوادي الجديد وتوشكا، دي ممكن تبقى اريا اتنين.
خلاص؟ لما تيجي تصمم جغرافيا تصمم كده، ما يجيش واحد يوم عامل لي اللي فوق دي اريا زيرو. طب انت لما تيجي تعمل اريا هنا وتيجي تعمل اريا هنا هينفع؟ يعني مثلا يا مغازي جت اضطرتك الظروف ان انا دلوقتي لازم اعمل اريا جديده هنا وليكن اريا 20. طب بالله عليك بالله عليك، ينفع اريا 20 تتوصل باريا 14 هي دي؟ بالظبط، لازم اريا زيرو تبقى هي الحلقه اللي في الوسط والكل متوصل على اريا زيرو. ماشي كده؟ ها؟ مش كل يقع، كل اريا تبقى شايفه نفسها بس. يعني لو اريا زيرو وقعت دول شغالين ودول شغالين، بس ما حدش من هنا يعرف يكلم حد من هنا. بس يبقى اذا ليه لازم الشرطين يتحققوا؟ اريا زيرو هي الباك بون، كل الارياز الاخرى لابد انها تبقى كونكتد بالباك بون اريا اللي هي اريا زيرو. ولكن خليني اسالك سؤال يا مغازي، هل ينفع لو انا عندي اريا 20 هنا تتوصل باريا 14؟ بالظبط، في السي سي ان بي بقى انت بتاخد سي سي ان بي عشان تعرف انه ينفع. هيتعمل حاجه اسمها فيرتشوال لينك ما بين الراوتر ده والراوتر ده. فيرتشوال لينك. هتدرسها ان شاء الله بالتفصيل. ما بين البوردر ده والبوردر ده، تمام. هيتعمل حاجه اسمها فيرتشوال لينك ودي تعملها بالتفصيل. يعني لو اضطرتني الظروف في وقت من الاوقات ينفع اوصل اريا باريا غير اريا زيرو؟ ينفع، بس ده كلام في سرك. انا طبعا جماعه بتوع سي سي ان بي بنقول لهم ما ينفعش، بس انت عشان الراجل بقى بتاع سي سي ان بي لازم نقول لك ان ايه؟ لا ينفع، وهعرفك بتتعمل ازاي. طيب الحته الثانيه اللي عايز اكلمك فيها قبل ما اخرج من الرسمه دي، الراوتر ده اسمه ايه يا رجاله؟ انتم ملاحظين ان الراوتر ده عنده رجل في اريا زيرو ورجل ثانيه في اريا 3؟ بالظبط، راوتر على الحدود بيسموه اي بي ار راوتر، اريا بوردر راوتر، اريا بوردر راوتر، اي بي ار راوتر، اريا بوردر راوتر. والراوتر ده اسمه اي بي ار برضه، اريا بوردر راوتر. طب انا اقول لك على حاجه مغازي، تخيل بقى معايا مغازي ان الراوتر ده، انا عايز امسح الحته اللي تحت دي كده، تخيل معايا ان الراوتر ده هو اللي كده على الحدود دي، راوتر هنا اهو، والراوتر ده في هنا دومين تاني، الدومين ده متروج بالاي اي جي ار بي. طب الاي بي ار كان راوتر بيفصل ما بين الاريا زيرو اي اريا تانية او اي اريا تانية باي اريا تانية، ما ده برضه اي بي ار اللي فاصل ما بين 14 و20 اي بي ار. طب اللي فاصل ما بين الاس بي اف والاي اي جي ار بي ده بيسموه ايه يا راجل يا طيب؟ بيسموه اي اس بي ار، اوتونوماس سيستم. هنكتبها في حته ثانيه، اوتونوماس سيستم باوندري راوتر، اي اس بي ار، اوتونوماس سيستم باوندري راوتر. راوتر يقع على الحدود ما بين اوتونوماس سيستم متراود بالاوس بي اف واوتونوماس سيستم اخر متراود بالاي جي ار بي، تمام؟ طبعا لازم عشان يشوفوا بعض لازم بتعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن. ريديستريبيوشن هعمل لك لاب. بص انا هطلبه منك واجب اصلا النهارده، انا هوريك اللاب واسيبك انت تشتغل عليه النهارده ونعمله بكره باذن الله. هوريك تعملها ازاي. يعني في لاب جاهز كده ان شاء الله، يعني هخليك تصوره وتبدا تشتغل وتعمله وهنحله مع بعض باذن الله في حاجه زي كده. الحته الاخيره بقى اللي انا عايز اقولها في النقطه دي يا رجاله، من اهم النقط الخطيره في الموضوع ده. انا خلاص يا عم ماشي، انا متفق معاك ان انت
ان انت عملت لنا خلاص اريا زيرو، وجيت هنا على الراوتر اللي هنا ده قمت عامل الاي بي ار ده، عملنا اريا تانية، وعلى الاي بي ار ده عملنا اريا تانية. نصيحة مني ليك، ادي هنا طبعا في كده هنا رواتب، هنا برضو رواتب يا مغازي. طب مش مهندس الشبكات اللي نحطها هنا، تخيل يا مغازي هل ينفع احط هنا الشبكة 10.1.1 10.1.2 وهنا 10.1.3 وهنا 10.1.4 وهنا 10.1.5 10.1.6 الشبكة 10 وزعتها في الثلاثة اريا، بالله عليك ينفع؟ هو شبكيا ينفع، ايه المشكلة؟ شبكات مختلفة، ما الماسك سلاش 24 مفيش أي مشكلة. بس لما نيجي نتعلم احنا دايما في نهاية كل بعد ما بنروت بنحاول ندور على ندور على حاجة اسمها سمرايزيشن. طب ليه أنا بحب أعمل سمرايزيشن يا مغازي؟ عشان كل ما كان الراوتنج تيبل قليل كل ما كان أفضل وكل ما كان الراوتر سريع. حتى كنت بقول لك الجملة الشهيرة The smaller your routing table, the faster your router. كل ما كان الراوتنج تيبل بتاعك صغنون كل ما الراوتر بقى سريع. تمام؟ لذلك يفضل يا راجل يا محترم إن كل اريا تكون في رينج معين خاص بيها. ازاي ده هندسه يعني؟ تكون في رينج معين، ازاي يا عم احمد؟ يعني مثلا بالظبط، يعني هنا مثلا 10 1 1 10 1 2 10 1 3 10 1 4 خلي كل ده هنا، الشبكات دي هنا. طب هنا لا يا عم اختار رينج تاني، وليكن يعني 20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.1.4 وهنا شبكه 30 30.1.1 30.1.2 30.1.3 30.1.4 اصبح الشبكات اللي هنا اقدر اعمل لها سامر يا احمد كلها بدأ ب 30.1 واللي هنا كلها بدأ ب 20.1 وهنا 10.1 وتخلي السامر اللي هنا مين اللي يبعتهم؟ الاي بي ار الاي بي البوردر الله عليك يدخلهم في الاريا دي يقوم الراوتر ده خد بالك كده معايا تخيل معايا يا احمد ان فينا 50 شبكه وهنا 50 شبكه وهنا 50 شبكه يبقى الراوتر ده المفروض يشيل جوه الراوتنج تيبل بتاعه قد ايه من غير سمري ولا اي حاجه المفروض يشيل 50 و50 و50 يعني الراوتنج تيبل هنا فيه 150 راوتس حلو طب بعد ما نعمل سمرايزيشن يا احمد الراوتر اللي قاعد جوه الاريا ديت المفروض بيبقى عنده تفاصيل بتاعه الاريا اللي هو قاعد فيه صح كده يعني عنده ال 50 تعال نشوف الراوتنج تيبل بتاعه كده هو كده كده عنده ال 50 بتوعه ماشي اللي هي كلهم بادئين ب 10.1 طب ما الاي بي ار ده يا راجل يا طيب هيبعت سمري عن الاريا دي اللي هي 20.1 20.1 بدل ما يبعت لك 50 شبكه كلهم بادئين ب 20.1 20.1 20.2 20.3 طب ما يبعت لك اي بي واحد اللي هو 20.1.0.0 اي حد عايز يروح لاي شبكه 20.1 يجي لي يقوم صاحبنا ده يشوف كام شبكه شبكه واحده اللي هي بادئه بكام يا احمد 20.1.0.0 طب والراجل ده اللي عنده 50 شبكه كلها بادئه ب 30.1 طب ما يبعت سامري للشبكات اللي هنا وبالتالي برضه هتروح هنا يقول له اي حد عايز يروح للشبكه 30.1 يجي لي وبالتالي بدل ما هيبعت 50 شبكه هيبعت شبكه واحده يبقى الراوتر ده عنده ال 50 بتوعه وعنده واحده جايه له من اريا 0 وعنده واحده ثانيه جايه له من اريا 20 دي واحده كمان فيها السمري بتاع الشبكات 30.1.0.0 يبقى اجمالي الراوتس في الراوتنج تيبل كام يا احمد؟ عندك 52 شبكه في الراوتنج تيبل بتاعك او 52 راوتس ده بعد السمرايزيشن قبل السمرايزيشن كان عندك كام يا راجل يا طيب؟ 150 يعني كل الراوتر ده كان عنده 150 وده 150 وده 150 وده 150 بعد السمرايزيشن ده يبقى عنده 52 وده 52 وده 52 طب والاي بي ار يا هندسه؟ لا الكلام عليه مختلف بقى يا ريس الاي بي ار مختلف الاي بي ار
عنده، طبعا هو عنده رجل هنا وعنده رجل هنا، الاي بي ار هيبقى عنده ال 50 اللي هنا وال 50 اللي هنا، يبقى عنده كام؟ 100. الاي بي ار دلوقتي لغايه كده عنده 100، والسمري اللي جاي له من هنا يبقى عنده كام؟ زائد 1 يبقى عنده 101. اكتر شويه صح؟ ما هو لازم يبقى اكتر شويه لانه اي بي ار في 2 اريا، فلازم يبقى عنده الاريا اللي هنا والاريا اللي هنا. طب الاي بي ار اللي هنا اكيد عنده ال 50 اللي هنا وال 50 اللي هنا، يبقى 100. والراجل ده اهو الاي بي ار ده باعت له السمري بتاع الشبكه 10 بتوان، يبقى زائد 1 يبقى اجمالي 101. فاهمين حاجه يا رجاله؟ الكلام ده كله هنعمله عملي، بس انا بحب كده دايما اسبق بخطوه ان انا اوصل لك معلومه ممكن تكون فاهمها بنسبه 40% 70% 50%، لما اجي اعملها عملي بتثبت بقى. فاهمين حاجه؟ اسال. حلو. لا لا مش بشبكتين، باتنين اري. تمام. لا ازاي ده هو الاي بي ار ده عفيفي هو اللي بياخد الشبكات ده ايه يعمل لها سمري ويبعتها للناس اللي هنا دي، يقوم كل الناس اللي هنا ده كلها تشوف السمري بتاع ده، شوفوا اي بي واحد بس. بس هو لا يا حبيبي، ده هو مشترك هنا، هو شايفهم كلهم. طب برضو الشبكات اللي هنا دي اللي هي 20.1 بياخدها يعمل لها سمري ويعديها جوه للناس دي، فيبعت للناس اللي جوه دي شبكه واحده بس. طب هو لا يا حبيبي، هو مشترك في الاريا دي، شايفهم كلهم. فاهمني؟ هيبان لك ان شاء الله عفيف في العمل، في العمل هتوضح اكتر يعني. لغايه كده تمام يا رجاله؟ كفايه نظري النهارده كده، وتعالوا نشوف الكونفجريشن بتتعمل ازاي. يعني حصه النهارده على فكره تعتبر حصه معاده انت اخيرا خدتها في السي سي ان. تعالى بقى نشوف الكونفجريشن. انا دلوقتي عندي راوتر زي الراوتر اللي انت شايفه النص ده، وعندك هنا الشبكه 201.1.26.0.0، وعندك الشبكه 201.165 الاي بي اللي هنا 201.165.26.0.1. السؤال دلوقتي يا رجاله، الايبيات اللي انا حاططها دي صح ولا غلط؟ بالظبط. على فكره الرجاله بتوع السبنيتنج بقى يوروني كده، خدوا بالكم احنا متفقين ان الراوتر بيربط ما بين الشبكات المختلفه، يعني لو ده في شبكه لابد ده يكون في شبكه مختلفه. واحد يقول لي يا باشمهندس، واحد برضه اسمع كده تامر يقول لي ايه ده يا عم، ده في الشبكه 211 وده في الشبكه 211. يا عم ايه ده يا عم، ده غلط، الراوتر بيروت ما بين الشبكات المختلفه. هقول له ما يا ناصح، ما انا عامل سبنيتنج. انت ملاحظ هنا ان الماسك ما هوش سلاش 24، ده سلاش 26. طب افرض لي الماسك سلاش 26 كده يا تامر. الله عليك الله عليك، ادي واحدين. الرقم ده بكام يا اولاد؟ ب 192. لما تيجي تطرحه من 256 يديك كام؟ 64. يعني اول شبكه 200.1.1.0 سلاش 26، الشبكه الثانيه 200.1.1.64 سلاش 26. قال لا، طب ما الاي بي 200.1.1 ده في الشبكه دي، يعني الاي بي ده يقع في الشبكه 200.1.1.0 سلاش 26 زي الفل. طب والاي بي 65 يقع في الشبكه 64، يعني 65 ده يقع في الشبكه 200.1.1.64 سلاش 26. ماشي كده يا عم تامر؟ حد عنده اعتراض على اللي انا عملته دلوقتي؟ الله ينور. قال لك عندك طريقتين في الكونفجريشن يا عفيفي، طريقة سهلة وطريقة صعبة. تعال ناخد الصعبة الأول. وعلى فكرة الأوس بي اف الكونفجريشن بتاعته زي الإي أي جي آر بي، زي ما خدنا الإي أي جي آر بي بالظبط، بس بتزود الأريا اللي أنت موجود فيها، سواء أريا زيرو أريا واحد على حسب ما أنت إيه، بس بتزود كلمة أريا. تعال كده أما نروت.
هنيجي على الراوتر اللي في النص ده ونقول له راوتر اوسب اف 1. وطبعا انتوا عارفين الرقم واحد ده شباب اللي هو البروسيس اي دي، ومش هيفرق معايا البروسيس اي دي ده، ممكن اجي على الراوتر ده بروسيس اي دي 1 وده 2 وده 3، مش فارق معايا خالص البروسيس اي دي ده بتاعي، هو حط رقم وخلاص. فجرت العاده ان احنا نعمله بروسيس اي دي رقم 1. لا، اوتونوماس سيستم في الاي اي جي ار بي، اما الاوسب اف حاجه اسمها البروسيس اي دي. يعني لو انت شغال اي اي جي ار بي يا تامر، فقمت عامل وانت بتراود ده عملت له اي اي جي ار بي 1، وجيت وانت بتعمل ده اي اي جي ار بي 2، مش هيشوفوا بعض. عند اوتونوماس سيستم وده اوتونوماس سيستم ثاني خالص. انما لو عملت هنا بروسيس اي دي وانت مشغال في الاوسب اف وقلت له اوسب اف 1 على ده، وجيت على ده قلت له اوسب اف 2، هيشتغلوا ويبعتوا الابديتس لبعض. طب ايه فائده البروسيس اي دي؟ يعني حاجه كده يعني ملهاش اي لازمه. بس لو انا قلت لتامر يا تامر انت هتعمل كونفجريشن للراوتر اللي هنا وانت الاي دي بتاعك 10، ويا خالد انت تعمل كونفجريشن للراوتر اللي هنا والاي دي بتاعك 20، فتامر بقى طبعا طول ما هو بيراوت راوتر اوسب اف 10، راوتر اوسب اف 10، وخالد راوتر اوسب اف 20، ماشي كده؟ طب وبعدين؟ لو حصل ايرور ببدا انا راجع بقى، هي الاي دي ديت الايرور على راوتر كان الاي دي بتاعه كام؟ لا كان اي دي هو 10. يا تامر المشكله دي عندك، الله يكرمك ابقى ظبطها. الكلام ده ملوش اي لازمه، يا جرت العاده واحد وخلاص، ولو في مشكله بنظبطها. يعني احنا مش يعني مش شغالين مع بعض عشان نعلم على بعض يعني، ماشي؟ فالبروس اي دي براحتك، عايز تغيره غيره، مش عايز تغيره انت حر يعني. طيب تعالى ناخد طريقه الكونفجريشن الصعبه. الطريقه الاولانيه بقف على الراوتر ده واقول له راوتر اوسب اف 1، اضغط انتر فتح لك راوتر. تضيف الشبكات الدايركت كونكت، دي الشبكه اللي لازقه فيه من هنا واللي لازقه فيه من هنا، اوعى تروح تدي له شبكه بعيد ازعل منك. تدي له الشبكات اللي لازقه فيه. هتقول لي ما هو شايفها بالدايركت كونكت، انا عايزه كمان يشوفها بالاوسب اف عشان يبعتها في الابديتس بتاعت الاوسب اف. تمام؟ تدي له الشبكه اللي هنا، دي الشبكه اللي هنا كام؟ 211، ده يقع في الشبكه كام يا اولاد؟ 2110 نتورك 2110. طب وبعد كده بنكتب حاجه اسمها الوايلد كارد. ايه يا تامر؟ وايلد كارد ماسك. ايه الوايلد كارد ماسك يا تامر؟ عكس السبنت ماسك. طب ايه السبنت ماسك هنا؟ سلاش 26، يعني الماسك كام يا تامر؟ 255 255 255 وحدين والباقي اصفار. السبنت ماسك ده اسمه سبنت ماسك. طب في عندنا حاجه اسمها وايلد كارد ماسك. وايلد كارد ماسك، ايه الوايلد كارد ماسك؟ عكس بالظبط 8 وحايد يبقى 8 اصفار يبقى 0، 8 وحايد يبقى 8 اصفار 0 0. طب هنا وحدين والباقي اصفار يبقوا صفرين والباقي وحايد. الرقم بالظبط، الرقم ده 6 وحايد ده ب 63، يعني الوايلد كارد ماسك 0 0 0 63، اللي هو مين؟ اللي هو ده. وما تنساش تحط الاريا اللي انت فيها، اللي انت خايل ان الراوتر دي كلها موجوده جوه اريا 0، فقلت له اريا 0. طب نديله الشبكه اللي على اليمين نتورك 211. طب استنى، 65 ده يقع في السبنت كام؟ يقع في السبنت 64، يبقى 211 64 اي بي السبنت الشبكه، والوايلد كارد ماسك زي ما انت عارف 000 63 اريا 0. سهله؟ هي سهلة، وبالرغم من كده أنا بقول لك دي الطريقة الصعبة. طب في طريقة أسهل يا هندسة؟ أيوه في طريقة أسهل كتير. راوتر أوسب إف 1 أدي له أي بي الإنترفيس وما أشغلش بالي بعد كده، أقول له نتورك 2111 2111 اللي هو مين؟ أي بي الإنترفيس اللي هنا ده 2111. طب والوايلد كارد ماسك يا باشمهندس كله صفار، وكأني بقول له هاتوا أنت، انا هديك اي بي الانترفيس والوايلد كارد ماسك روح انت جيبه. قال لي طب هيجيبه منين يا باشمهندس؟ هيجيبه انت مش اصلا وانت بتحط الاي بي على الانترفيس اديت معاه السبنت ماسك، هو ياخد السبنت ماسك يقلبه ويجيب الوايلد كارد ماسك. واجي على الفتحه دي شوف الشبكه 211 65 والوايلد كارد ماسك 4 اصفار وشكرا. بس على فكره يا جماعه 4 اصفار في الوايلد كارد ماسك مش معناها هاتو انت،
معناها زي ما شرحناها في الـ AIGRB. في الوايلد كارد ماسك لما بيديني 255 معناها I don't care، يعني مش فارق معايا وما يلزمنيش. انما لما اقول له زيرو معناها ماتش. ماتش يعني ايه يا تامر؟ يعني معناها اقفش. مش كنت قلت لك اسمها اقفش؟ اسمها اقفش قبل كده؟ اقفش بالظبط كده. كاني بقول له ايه؟ زيرو هنا يعني يا راوتر شوف بالقوس بقى في اي شبكه حواليك يكون الرقم الاولاني، انا عامل هنا زيرو، اربط ده بده، يكون الرقم الاولاني 200 زي ما انا كاتبه كده، والرقم الثاني زي ما انا كاتبه كده يبقى 1. زيرو يبقى اقفش برضه الرقم الثالث يكون 1. اقفش برضه الرقم الرابع 1، يعني من الاخر كده شوف الشبكه اللي حواليك اللي هي 200.1.1.1 وبالتالي شوف ده اهي. وهنا برضه نفس الكلام. طب سؤال للعيبه، انا عايز ادي كوماند واحد اخليه يشوف الشبكتين دول في خط واحد، الشبكه ده والشبكه ده، اقول له نتورك يا مغازي. ها يا مغازي، ايه يا عم رحت فين يا عم؟ يا دي النسكافيه ده اهو. ها هقول له نتورك، انا عايزه يا مغازي يشوف الشبكه ده ايه والشبكه ده ايه في خط واحد. الله عليك. نتورك اقول له 200.1.1.0 صح كده؟ والوايلد كارد ماسك زيرو زيرو اربعة اصفار. عارف لو انت عملت ده اربعة اصفار لا هيشوف ده ايه ولا هيشوف ده، يعني ايه بدون؟ لا لازم تكتب يا حاج هنا في الاوس بي اف، لازم الله عليك 255 هنا لازم تكتب يا مغازي، مش زي الاي جي ار بي. الاي جي ار بي لو ما كتبتش هيعتبرها كلاس سي، هيجيب لها الوايلد كارد ماسك بتاعها، انما الاوس بي اف لازم تكتب. فهنا كده انا بقول له شوف اي شبكه حواليك، بص زيرو اقفش يكون الرقم الاولاني 200، اقفش الرقم الثاني يكون 1، اقفش الرقم الثالث زي ما 1. اي دونت كير الخانه الرابعه فيها ايه، فعشان كده انا حاطط فيها صفر مش فارق معايا، حط فيها 1 5 7 مش فارقه، اي دونت كير. يعني من الاخر كده شوف اي شبكه حواليك بادئه ب 200.1.1 دي شغاله ودي شغاله. واحد ثاني برضه ممكن يعملها كده يا احمد 200.1.0.0 ويقول له 0.0.255 255. شوف اي شبكه حواليك بادئه ب 200.1. واحد ثاني برضه يا تامر يعملها كده 200.0.0.0 ويقول له 0.255 255 255 255 كده شغاله برضه. كده معناها كده شوف اي شبكه حواليك بادئه ب 200. طب مالي بادئه ب 200 ودي بادئه ب 200؟ فاهمين يا رجاله؟ تمام. نيجي بقى يا حاج على دي الكونفجريشن. تعالى على احنا عايزين نعمل لاب بقى. جي ان اس 3 في لاب ظريف هنا. هو فين يا راجل يا طيب؟ اوس بي اف مالتي اريا. تمام شايفين اللاب يا رجاله؟ نمسح دي كده. بس ايوه طبعا هتاخدوا برنت سكرين. انا هشغل انا اهو.
عايزين نقلل البروسيسور على قد ما نقدر. طيب انا هطفيه ونشغل راوتر واحد ونظبط الاي دي بي سي. هذه بتقل النص اهي. جميلة دي، جميلة القيمة دي، بس نحاول كده يمكن حلوة 22 دي ممكن نشتغل عليها زي الفل. ممكن بقى نشغل بقية اللاب. بس انا انتظر بقى الرواتر تقوم والدنيا. معايا كده رجالة؟ هو اللاب ده متراوح، بس انا هوقف بس الايه. طب انا عايز اوريكم حاجه. طبعا انا عشان اكتر الشبكات، انتوا لو تلاحظوا ان انا عامل لاب فوق هنا، او عامل راوتر فوق هنا اسمه ايه الدومين ده بالريب. طبعا ده اي بي ار، ده اي بي ار. طبعا الراوتر ده كله يقع جوه الاريا. طب الراوتر ده اللي هو يقع في الحد الفاصل بين، خلينا نقرب بس دول كده عشان يبقى الكلام صح. ده المفروض مكانه الصح يتحط كده. ايوه راوتر واحد ده المكان الصح ليه. ممكن بقى مغازي بقى لو احنا عيال 100 100 ممكن نلون بس برضه مثلا لون هنا مثلا. التلوين على فكره بيفرق معاك في شغلك، بيوضح لك الصوره كويس قوي. وده دومين تاني اصلا خالص، ممكن نديله لون تاني بقى غير الاصفر وليكن اللون ده. ماشي كده رجاله؟ طبعا هتقول لي طب ما ده في اريا وده في اريا وده، بس كلهم اصبف. ده اريا 20، ده اريا 0، ده ايه؟ ده اريا 30 واريا 20 هنا. طب انا مكتر شبكات هنا رجاله. لو تلاحظ هنا الاي بي 10 1 20 10 1 20. في عامل كذا كذا شبكه هنا على راوتر 4 عاملهم اي بيات لوب باك 20 1 1 1 20 1 1 2 1 20 1 3 1 اللي هي الشبكات اللي على راوتر 4. لو انت جيت وقفت معايا كده قلت له شو اي بي انترفيس بريف. طب استنى بقى كده عشان واضح ان في تقل في تغيير الالوان. نرجع الوضع بتاعها.
اهو برضه. لو انت قلت له شو اي بي انترفيس بريف معرفش البرنامج حصل له عايز يتسطب من تاني. اهو شغال اهو. عندنا لوب باك واحد يا احمد 2011 2012 2013. سيبك من لوب باك 10 ده 4 4 4 هنبقى نتفاهم فيها بعدين. طب انت عملت الايباد دي كتيره ليه يا باشمهندس؟ عشان اكتر الشبكات يعني. ولو تلاحظ معايا مغازي ان الشبكه 10 1 موجوده في اريا 20 موجوده في اريا 0 وموجوده في اريا 30. بالله عليك دي ينفع يتعمل لها سمر يا مغازي؟ بالظبط. مين اللي ينفع يتعمل له سمر يا ابو مغازي؟ 2011 تقع هنا كلها كذا شبكه 2011 بالظبط، والشبكات 3011 دول اللي ينفع يتعمل لهم سمري. طيب انت طالب مننا ايه يا هندسه؟ الواجب بقى بتاعك، الواجب بتاعك ممكن ما تجيش يمه الشغل بتاع الرب ده خالص، يعني عايز تحاول حاول بس ممكن ما تجيش يمته اصلا يعني. انا اللي طالبه منك حضرتك قوم لي راوتر واحد، راوتر اثنين، راوتر ثلاثة، راوتر اربعة، راوتر خمسة بلوس بيف كل في اريات في الاريا بتاعته. بس عايز لما اقف على راوتر اربعة شو اي بي راوت يشوف الشبكات 3011 3012 3013. طب والسمرايزيشن هندسة؟ لا نعمله الحصة الجاية مع بعض. انا بس اقوم لي الدنيا، عايز لما اقف على راوتر اربعة وابنج على ده يرد عليا، اقف هنا ابنج على ايه يرد عليا. طب المنطقة الزرقاء دي؟ لا ما تلزمنيش قد كده يعني. المنطقة الزرقاء دي ما تلزمنيش قد كده. هنعمل كل ده إن شاء الله الحصة الجاية. ماشي؟ فخدها برنت سكرين يا تامر وحاول بقى كده مع نفسك، عايز المنطقة الصفراء كلها تشوف بعضها. ماشي؟ طيب كله ياخدها بعد إذنكم يا رجالة وابدأوا اشتغلوا، ده الواجب بتاع النهاردة. حصة النهاردة ما تعتبرش حصة جديدة، أنت خدتها في سي سي إن إيه. بس كل ما هنالك إن أنا زودت عليك الحوار الأريز، حتى الارياز كمان ده اللي عادت موجوده كمان في الايه؟ في السي سي ان ايه؟ اريا زيرو تعمل الرب ايه؟ والله عايز تحاول انت حر، انا مش هقدر ازعلك. انت عايز تحاول انت حر. طب مش عايز تحاول استناني الحصه الجاي. المطلوب انا عايز الصفر، روت الصفر بالاوز بيف كل واحد في الاريا بتاعته. ده اريا 0 ماشي، ده اريا 30 ماشي، ده اريا 20 ماشي. بس كده ماشي يا رجاله. انا هوقف التصوير بقى واللي له سؤال يسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله.